أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زد زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه ummatin shahidan alaihim min anfusihim. Di sini juga ada kol -kola. Nab ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء Di sini mad wajib mutasil dibaca 4 atau 5 harakat. Di sini juga mad wajib mutasil dibaca 4 atau 5 harakat. Di sini tidak berlaku dengung. Tanwin berjumpa sepanjang huruf ain dibaca dengan jelas izhar. Dibaca dengan jelas. Namanya di sini hukumnya izhar halqi dibaca dengan jelas tanpa ada dengung. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه di sini ada ada syaddah pada huruf zai kita tekankan baru lepas wa nazal. wa nazal. di sini ada qalqalah kol pada huruf ba tiba tiba ya tiba ya nal di sini tidak ada dengung kita masuk dan lepaskan sahaja di sini idgham ma'al gunnah Dengung dua harakat iwa di sini pun sama idgham ma'al gunnah dawa ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَا

yan ha wal munkari wal wal di sini kita waqaf atau berhenti pada huruf ya yang berbaris di bawah jika kalau kita meneruskan bacaan kita akan bunyikan wal bar ya wal baghyi ya'idzukum tapi kita waqaf di sini maka kita akan berhenti pada huruf ya yang bertanda di bawah dan cara kita berhenti di sini ialah kita matikan dengan sempurna pada huruf kedua sebelum akhir iaitu huruf rin yang bertanda sukun atau mati dan kemudian kita masuk ke tempat keluar huruf ya wal bal wal bari ha, tidak dibunyikan wal bari tapi kita bunyikan wal bari sekali lagi <Sessizuk> wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bari Ya'idhukum la'allakum tazakkaroon يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً <ترجمة> وَقَدْ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثت. تخذون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون تت تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة تَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ يب انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ ۖ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ ولا تسألن عما عم كنتم تعملون ولا تسألن عما عم كنتم تعملون